الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا، مطلة على الشاطئ الجنوبي للخليج العربي. تأتي تسمية الإمارات نسبة إلى الإمارات التي ضمها المرحوم بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بعد انسحاب بريطانيا من الخليج العربي عام 1971، حيث قاد الشيخ زايد حاكم أبوظبي آنذاك اتحاداً بين الإمارات الست، وتبعتها إمارة رأس الخيمة في العام الذي يليه، وليصبح أول رئيس للإمارات العربية المتحدة. وهذه الإمارات السبع هي إمارة أبوظبي، إمارة دبي، إمارة الشارقة، إمارة رأس الخيمة، إمارة عجمان، إمارة أم القيوين، وإمارة الفجيرة. تأتي الإمارات في المرتبة السابعة في العالم من حيث احتياطاتها النفطية، حيث تعد واحدة من أغنى الدول العربية، ودخل الفرد فيها مرتفع، وهي إحدى الدول البترولية التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على المواد البترولية وصناعتها. وقد قامت الإمارات بتحديثات هامة لاقتصادها بهدف تقليل اعتمادها على البترول، وتعتبر مدينة دبي المركز المالي الأول للإمارات ومنطقة الخليج العربي ككل، وتعتبر من أهم مراكز الاقتصاد العالمي. الإمارة العربية المتحدة لها وضع خاص يختلف عن باقي الدول العربية، كون نظام الحكم فيها اتحادي فيدرالي، فهناك الحكومة الاتحادية ولها دور محدد، وهناك الحكومات المحلية ولها دور ضمن حدود إماراتها. ويحكم الدستور العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وتحتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى ثروتها المعدنية وعلى بعض مظاهر أمنها الداخلي. وللحكومة الاتحادية الكلمة الأولى في معظم مسائل القانون والحكم، ومسؤوليتها بالدرجة الأولى العلاقات الخارجية والسياسات الدولية والدفاع عن الوطن ضمن مسؤوليات أخرى منها الصحة والتعليم وغيرها.